خلينا دلوقتي نشوف مع بعض الأحداث اللي هتحصل النهاردة، منها الفعالية اللي هتنظمها جامعة الدول العربية بعنوان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش في العراق. كمان النهاردة هتنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، هتشمل ماراثون وندوات توعوية. وكمان في أحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فجامعة الدول العربية هتعقد فعالية بعنوان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش في العراق. الفعالية هيتم تنظيمها بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومندوبية العراق لدى الجامعة ومكتب الأمم المتحدة. النهاردة هتنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، هتشمل ماراثون لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة ليها. كمان هتتضمن الفعاليات قياس السكر التراكمي للمشاركين، بالإضافة للتوعية بمرض السكر ونمط التعايش وكيفية الوقاية منه. النهاردة هتنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة ندوة بعنوان نهاية الكون الساعة 6 بالليل. بتهدف الندوة لإلقاء الضوء على النظريات العلمية اللي بتتناول تصورات العلماء عن نهاية الكون، وكمان هيتم التركيز على المراحل اللي شهدها علم الفلك وأبرز الاكتشافات الكونية وصولاً للوضع الراهن في النتاجات العلمية الفلكية.